مملكة قتبان هي واحدة من الممالك اليمنية القديمة، والتي نشأت في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وتشير النقوش القديمة، خاصة نقش النصر، إلى أن حدود مملكة قتبان كانت تمتد من الشرق حيث وادي بيحان وصولا إلى البحر الأحمر غربا، وشمالا إلى محافظة ذمار، وجنوبا إلى البحر العربي. وتحتضن حدود مملكة قتبان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة فوق الطريق الاستراتيجي الذي تسلكه القوافل في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من أراضي مملكة سبأ. وتعتبر أراضي مملكة أوسان حدا فاصلا بين أراضيها وشواطئ المحيط الهندي. عاصمتها مدينة تمنع هجر كحلان، حاليا في وادي بيحان محافظة شبوة. حاول الباحثون في العربيات الجنوبية اليمنية وضع تقويم لحكومة قتبان، غير أنهم لم يتفقوا حتى الآن في تعيين مبدأ أو نهاية لهذه المملكة. ولما كانت هذه المملكة قد عاصرت كما جاء في الكتابات المعينية والسبائية حكومة معين وحكومة سبأ، فقد توقف تعيين تاريخ قتبان أيضا على تثبيت تأريخ هاتين الحكومتين وعلى البحوث الأركيولوجية والكتابات. وقد أرجع هومل تاريخها إلى ما قبل سنة 1000 قبل الميلاد، ووضع أولبرايت تاريخ هوف عام ميهانعم، وهو من قدماء المكربين في القرن السادس قبل الميلاد، وهو يلي سمح علي في الترتيب. وسمح علي هو أقدم مكرب يصل خبره إلينا. وقد أرجع فليبي أيامه إلى حوالي سنة 865 قبل الميلاد. أما ملاكر فقد ذهب إلى أن ابتداء حكم قتبان كان في حوالي سنة 645 قبل الميلاد، وأن نهاية استغلالها كان في القرن الثالث قبل الميلاد. ومن علماء العربيات الجنوبية اليمنية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام قتبان وتصنيفها تصنيفا زمنيا كروهمن، ديتلف نيلسون، وهارتمن، وأولبرايت، وفليبي. فبينما يرى كلاسر أن نهايتها كانت بين 224 قبل الميلاد، يرى غيره أن هذه النهاية كانت بعد الميلاد، وربما كان في حوالي سنة 200 بعد الميلاد. ويرى أولبرايت أن نهايتها كانت على إثر خراب مدينة تمنع وإحراقها، كما يتبين ذلك من طبقات الرماد الكثيفة التي عثر عليها في أنقاض المدينة، وكان ذلك في حوالي سنة 50 قبل الميلاد. بينما ذهب ريكمنس إلى أن نهاية مملكة قتبان كانت حوالي السنة 210 أو 207 ميلادية. تمتاز النقوش والكتابات القتبانية عن غيرها من كتابات جنوب شبه الجزيرة العربية أنها تحمل نصوصا رسمية تتعلق بالضرائب أو القوانين أو التجارة، وذلك بالقياس إلى ما ورد من قبله في الكتابات المعينية أو الحضرمية أو السبائية، كما أنها تشارك الكتابات الأخرى في خلوها من صيغة المتكلم أو المخاطب واقتصارها على صيغة الغائب، كما تشاركها أيضا في خلوها من نصوص أدبية سواء شعرا أو نثرا، وكذا من نصوص دينية من أدعية وصلوات. وهو أمر يبدو غريبا، لكننا لا نستطيع أن نحكم حكما قطعيا في مثل هذا، فما وصل إلينا قليل وما لم يصل إلينا كثير، والحكم بيد المستقبل. وقد تبين من دراسة الكتابات القتبانية أن لهجتها أقرب إلى اللهجة المعينية منها إلى اللهجة السبائية، فهي تشترك مع المعينية مثلا في إضافة السين إلى أول الفعل الأصلي بدلا من الهاء الذي يلحق أول الفعل الأصلي في السبائية. ويقابل هذا في عربية اليوم أفعل، وهي في المعينية والقتبانية سحدث وححدث في السبائية، وفي أمور أخرى ترد في نحو اللهجات العربية الجنوبية. نظام الحكم في مملكة قتبان. عرف نظام الحكم في مملكة قتبان بالنظام الثيوقراطي والنظام الملكي. ففي فترة الحكم الثيوقراطي كان الحاكم يحمل لقب مكرب قتبان وولد عم، وفي فترة لاحقة أصبح لقب المكرب يحمل لقبا طويلا جدا شبيها باللقب الحميري الإمبراطوري، ملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنات وأعرابهم في الطود وتهامة.
ومن مكاربة قتبان على سبيل المثال المكرب يدع أب ذيبان، والذي حمل لقب مكرب قتبان وكل ولد عم وأوسان وكاحد ويافع وتبن، وكل أرض يرفع أيسر وأيمن بكر أنباي وحوكم الآمر القوي مسؤول وكاهن معابد الآلهة عم سحار وربيع ريعان رب معبد ضربة. فهذا اللقب الطويل هو إشارة للمناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرة مملكة قتبان، وكذلك الوظائف الدينية والإدارية التي تولاها المكرب يدع أب ذيبان. ومنذ بداية القرن الرابع قبل الميلاد أخذت مملكة قتبان بالعمل بنظام الحكم الملكي بشكل تدريجي، فلم يتخلى الحاكم عن كافة المهام، بل أشرك بالحكم مجلس قبلي كبير يمثل فيه رؤساء كافة القبائل والمناطق والأقاليم التابعة للمملكة، وكذلك ممثلين عن أصحاب الأراضي الزراعية وعن التجار وعن كافة الفئات الاجتماعية. وبالتالي فإن مملكة قتبان كانت من أوائل الممالك التي قام نظام الحكم فيها على برلمان شمل كافة الفئات الاجتماعية في المملكة، عرف باسم مسود قتبان، وكان يعقد جلساته مرتين كل عام بدعوة من الملك، حيث يتم مناقشة كل ما يتعلق بالمملكة، ومن ثم يقوم الملك بإصدار القوانين المنظمة، وبهذا تصبح ذات فعالية كبيرة عند تطبيقها، فجميع أعضاء المجلس هم من يراقب تنفيذ القوانين في المناطق التابعة لهم. كما كان يوجد مجلس استشاري يتكون من الملك والأقيال وأصحاب الأملاك وطائفتين اجتماعيتين عرفتا بالنقوش بتبل وفقض، ويحق لهذا المجلس حل المجلس القبلي آنف الذكر والعفو عن المحكومين بالإعدام. وبهذا كانت الحكومة القتبانية تتكون من الملك والمجلس الاستشاري والمجلس القبلي، وهو ما تفردت به مملكة قتبان عن باقي الممالك الأخرى.